أيوة يا أنس، أنت فين؟ أنا في المستشفى مع أميرة. الحفلة الساعة 10، أنت فاهم كويس أوي لو مجيتش هيحصل إيه؟ خير يا دكتور؟ خير إن شاء الله، بس البيبي شكله مستعجل شوية ومصر يشرف النهاردة. لا، النهاردة إيه؟ إحنا متفقين على بكرة. قصدي ده خبر جميل جدا، مبروك. الحاجات دي مش بايدينا يا استاذ انس، وبعدين اي تاخير هيبقى فيه ضرر على المدام وعلى البيبي. اه طبعا، مفهوم مفهوم. ايه جاهزه يا مدام اميره؟ انا جاهزه، المهم انتوا تكونوا جاهزين. ثانية واحدة، أنا مش هعرف أرد عليك دلوقتي، هكلمك كمان شوية. أنا هشوف أوضة العمليات فاضية إمتى النهاردة وهبلغكم. هاجر، اتصلي بالريسبشن، شوفي مدام أميرة هتطلع غرفة رقم كام. حاضر يا دكتور.